في فقرتنا التالية في متابعات يعني حال المكفوفين في السودان. بالتأكيد هو يعني لا يسر بعانه من أشياء كثيرة جدا. المجتمع يعني اهتمامه بالشريحة دي قليل نوعا ما، في بواعث غضب منهم من نظرة الناس تحديدا أحيانا، وما في تقدير لأدنى احتياجاتهم يعني حتى يعني مفهوم العصا بتعني شنو استخدامه كيف، يعني هي زي ما يمكن الكفيف هو بيعرف استخدامها لكن المجتمع ما بيعرف الإشارات المفهوم المفاهيم منها شنو. فبالتالي احنا محتاجين برضو جرعة التوعية في التعامل مع المكفوفين. يعني المؤلم أكثر إنه العصب بتحتاج من المبصر إن يعلم تجاه الحاجة الخاصة بالكفيف، زي ما قلت إنه أنت تعرف يعني شنو إشارات العصبي، ويعني الكفيف عاوز شنو بإشارات معينة هو بيوريك لها بالعصا. مبارك النجاح لكل قوي إرادة جلس لامتحان الشهادة السودانية من فئة المكفوفين. معنا عبر الهاتف هيام بابكر، هي الأمين العام لمنظمة رؤية لتأهيل المكفوفين. أستاذة هيام صباح الخير. صباح الخير عليك الأستاذ الجميل حذيفة، وصباح الخير لكل التيم العامل في صباحات سودانية، وإن شاء الله يكون صباح مليء بالتفاؤل والأمل إن شاء الله. يعني. إن شاء الله يا رب. أنا فريد يا أخويا ما حذيفة، صباح الخير عليك. حبايبك مرحب بك. في يعني خلينا نتكلم عن الحاجة المهمة الحاصلة حاليا، هي الحملة المقامة لجمع العصا البيضاء. يعني الحاجة دي هي ظاهرة واضحة في مواقع التواصل الاجتماعي، في يعني بتمنى انه بوادر الحملة دي ماشية بصورة قوية وناجحة بقدر كبير جدا. يعني فيا ريت تتكلم لي عن الحملة دي تحديدا القائمة الان. طيب بس لو وديتني أقل من نص دقيقة هني بس الطلاب اللي تفوقوا في الشهادة السودانية. تفضلي. نحن نحمد ربنا سبحانه وتعالى إنه أفضل خصالة بالقضية، يمكن يعني ناس كثير ما عارفة إنه المكفوفين بعد مرحلة ما حد النور اللي بيحصل لهم شنو. طلاب ما حد النور معروفين إنهم بيدرسوا بطريقة برايل لحد الصف الثامن، ما بعد الصف الثامن يتم دمج الطلاب المكفوفين في مدارس الحكومية، ولك عن تعرف أستاذ الجليل يعني ما الذي يحدث في المدارس الحكومية من الدمج ما بين إعاقة ومبصر وحركي، وهلما جرى يعني من المعاناة العنيفة. فإنه طالب ويتفوق بنسبة 93.60%، تخيل لي ده رقم ما سهل، والسنة اللي فاتت عندنا طالبة مزاعم موزة بابكر بنسبة 96.25%. ألف مبروك إن شاء الله يا رب. الله يبارك فيك. فأقل نسبة حصلنا عليها الحمد لله هي 57.6%، فكان نجاح باهر في ظروف صعبة جدا، ما يعني تيم من الناس مدارس على أولياء أمور متطوعين على مستوى السودان. يعني فنجاح ده والله أنا عن نفسي بهدي، ولكل كل زول يتعامل مع شريحة المكفوفين، كل زول احترم المكفوفين، كل زول بيشعر ان المعاق هو فرد طبيعي جدا، عطلت فقط حاسة البصر ولكن روت كل بقية الحواس من اجل النجاح والتميز والتفرد وخدمة المجتمع. بالنسبة للحملة بتاعت العصا البيضاء، هي طبعا يعني للأسف يعني العصايات في السودان تبلغ قيمة 10,000 جنيه سوداني، والكفيف الواحد بيحتاج الى 3 عصايات في السنة. فنحن السنة كنا مستهدفين يعني الحملة من بداية الشهر الماضي، فبدينا انه نحن عايزين 5,000 عصاية على الاقل توزع على المكفوفين اللي مسجلين عندنا بارقامهم في امس الحوجة، رغم انه العدد المكفوفين يتزاوج يعني الرقم بكمية مهولة جدا. كم يعني يا ريت لو في رقم ممكن تقوليه؟ طيب حاليا العدد الإعاقة في السودان يتجاوز 1,000,000 كثير. بصرية تحديدا طبعا إعاقة بصرية كاملة. نعم. ده غير الجزئية والتفاصيل إن شاء الله، بس عشان المساحة نقدر في الزمن بس نمشي، لكن إذا اتحتينا الفرصة إن شاء الله نقدر نقول كل بالمعاقين جزئيا بالمعاقين تيسين. طيب جميل. في حوجة لـ 5,000 عصاية، ده الرقم الهدف التارجت اللي انتوا عاوزين توصلوا له. بالضبط كده. الحملة تمت لها شهر، استهدفنا قلنا نجي بوسائل مختلفة، يعني احنا بندخل خطابات لمؤسسات، وإن كان أنا يعني كمنظمة دي المرة الثالثة احنا بنخش للتصنيع الحربي. ليه ما تحل مشكلة العصايات داخل السودان؟ ليه دائما احنا نلجأ لمصر، الصين، الإمارات أو الموردين اللي بيجوا حاليا في السوق، يعني السوق عمل يتم تصنيع في السودان؟ بالضبط كده. فليه يعني احنا نشيل خطاباتنا؟ بنطلب يا جماعة، أنا بتمنى الصوت من هنا يصل، يعني
ليه ما يتم تصنيع العصايات داخل السودان؟ يا اخي احنا كمنظمه مش محتاجين، يعني مش محتاجين، بقول ان احنا مستعدين نساهم حتى عن طريق الدونرز اللي هم بيجونا في التصنيع، بدل ما انا اربح شركات واربح اشخاص وانا في امس الحوجه للعصايات، لان الكثير من غير عصايا ولا شيء، هو دي عينه يعني. فهي زادت في السنه انا محتاجاه ككفيف 3 مرات، سعر العصايا 10,000 بالعصايا، هي ذاتها ما ذكيه، عاديه جدا، والنوع الثاني ب7,500 ودي حجمها كبير ومعيقه في الحركه وذاتها ما يعني الكواليتي بتاعتها ما عاليه. فدي مستيك كبير واقع فيه، ونحن صراحه كمتحدين للاعاقات عندنا في السودان. فبنتمنى انه من للمره الثالثه والرابعه قاعدين نطرق باب المسؤوليه المجتمعيه اللي بتتمثل في 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 في, في التصنيع الحربي، يا ريت يصنعوا العصايات داخل السودان يعني، بس يعني ده اللي احنا بنتمناه يعني. طيب الحمله هسه حاليا ماشي كيف يعني؟ في 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 يعني ماشي الرقم ماشي كويس وصولا للهدف؟ طيب بالنسبه للعصايات، الحمله بدات زي ما قلت بطلع الشهر الفات يوم 5. احنا كنا مستهدفين 5، صممنا انه نحن جينا بفكره ثانيه لانه العصايات ما قاعده يعني توفر، فقلنا نخش تحدي عن طريق الناس المشهورين او الناس اللي صفحاتهم مش مشهورين، صفحاتهم كويسه فيها حركه فيها قبول فيها كده. استهدفنا كل الاعلاميين اللي بنقدر احنا قدرنا وصلنا لهم وافقوا بفكرتنا، او كفنانين وافقوا، او كرموز مجتمع او صانعين محتوى. فجمعنا 75 صوره. معلش يا استاذ، للاسف انه نحن حاليا عدد العصايات طيله الحمله ل 75 نفر وصلت 694 عصايه فقط. 664 من جمله 5,000. ويوم 15 اكتوبر هو اليوم العالمي للعصا البيضاء، انا يعني بتمنى لحد يوم 15 اذا ما وصلنا العدد كله على الاقل نصل. ممكن يعني ممكن جدا يا استاذ هيام الرقم ده يتغير في اي وقت يعني، دائما يعني في والله يعني الخير يحصل تفجير ان شاء الله في الحاجه دي والله. يعني احنا يعني لحد يوم 15 10 ان شاء الله تكونوا جمعتوا مبلغ يعني، يمكن ان شاء الله ان شاء الله. انا بتمنى انه صوتك يكون وصل لكثير من الناس اللي قادره تساعد وقادره تدعم في انها توفر العصا البيضاء وتكون جزء من الحمله حاليا القائمه الان. شكرا لك كثير يا استاذ هيا، وصباح الخير عليك مره ثانيه. شكرا لك انت، وشكرا لكل التيم الاعلامي الجميل بقياده استاذنا ابراهيم علي ساعد اللي هو المتحدي الاول وفايز بتوفير 100 عصا بيضاء. شكرا لكم جميعا اعلاميين ناشطين معنا في القضيه.